عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش تعمل لايك تشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن عوده سميه مره اخرى للحجاب بعد نزعها ليه، وقالت ان هي ما لقتش راحتها النفسيه، وبصراحه الجمهور الجزائري والشعب الجزائري سندها بكل قوته، فرحوا جدا 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 لعودتها الحجاب مره اخرى. ربنا يهديها ويهدينا يا رب العالمين. السلام عليكم، كيراكم؟ ان شاء الله راكم ملاح. على بالي كنتوا من وين تتقارعوا نطلع عليكم طلع كيما هذه، ولله الحمد. شوفوا الحاجه الاولى، لي ميساج راه مبيطر تقول انستغرام سميه نتمنوا اللي شفناها صحيح، قالوا لي احنا حسبنا فيديوهات مصنوعين ولا صح. كنت دايره لايف تيك توك وقلت باللي هداني ربي ورديت حجابي وندمت على الشيء اللي درته، باسكو فاتت عليا فتره صعيبه وكان ضعف ايمان وكان مراها بزاف صوالح ما نقدرش ندخل في لي ديتاي. برك ادعوا لي بس كنا في فتره صعيبه بزاف، وجهاد النفس ما اعظم من الجهاد بالسيف. فوالا، دونك الحاجه الاولى نشكر الله سبحانه وتعالى ليل ونهار اللي ما خلانيش غارقه في المعاصي. الحاجه الزوجه نشكر دارنا اللي كانوا هما الداعم الاول ليا، مالغري بزاف الناس انتقدوهم وقال لك هما سبتها، بالعكس دارنا وخواتاتي هما كانوا اول ناس ذكروني ودائما يقولوا لي سميه رجعي، سميه هذه ماشي انتيا. نشكرهم بزاف، ربي يخليهم لي. من بشوف انه ما فيش راحه نفسيه في الدنيا ابدا 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 الا بالقرب من الله سبحانه وتعالى بجد. يعني اي واحد تعبان نفسيا كده يمسك سجادته ويصلي ركعتين ويقرا قران هيكون زي الفل ان شاء الله. ربنا يهدينا يا رب دائما على الصراط المستقيم. شوف حضراتكم على الف خير يا رب، اتمنى لكم كل الخير والسعاده، وبحبكم من كل قلبي في الله. سلام عليكم.